عليكم دكتور هلال ابو وش، مستشار امراض نسائيه وتوليد وعقم اطفال انابيب. حاب احكي عن موضوع اللولب الهرموني. الاستخدامات كثير. اول شيء، شو بيحتوي هذا اللولب الهرموني؟ بيحتوي على ماده البروجستيرون، طبعا في مسمياتها المختلفه واجيالها المختلفه، عشان وصف هو مستخدمها لزياده وجود هذا البروجستيرون داخل الجسم، يفرز ويسري في بالأساس في بطانة الرحم، ثم ينتقل حتى بشكل عن طريق الأوعية الدموية إلى مجموع الدم، ويؤثر لاحقا على وجود الهرمونات في والتوازن الهرموني الموجود في جسم المرأة. بيمنع بالأساس لسببين. بيمنع بالأساس هو تكوين البويضة، لأنه بيطبق في مرحلة محددة توازن أعلى من موجود هرمون البروجسترون عن الهرمونات الأخرى، ويمنع في نفس الوقت وجود انتقال الحيوان المنوي كونه لولب وهو مانع ميكانيكي، ويمنع كمان التقاء الحيوان المنوي مع البويضة في بعض الأحيان إذا حدثت الإباضة. وهذا يعتبر من أحدث الوسائل الميكانيكية لمنع الحمل وتأخير الحمل. له كثير من الفوائد. بأول شيء أنه هو أكثر ضمانة، بقلل من نسب النزيف المتصاحب مع اللولب النحاسي، المتصاحب مع وجود اللولب النحاسي، بخفف من كمية الدم المفقود. بننصح يعطى، عشان هيك للنساء اللي بيكون عندهم دورة كثيفة أكثر من النساء اللي بيكون عندهم دورة خفيفة. هذا من أحد أسبابه. طبعا له أسباب ومضاعفات جانبية، اللي هو فيه ممكن يعرض المرأة لعصبية زائدة، لتوتر في بعض حالات، إذا كان تدخن المرأة ممكن يعرضها لأمراض وجلطات، عشان هيك ننصح فيه نكون مرة ما بتدخن في استخدام اللولب الهرموني أو أي مكونات هرمونية أخرى. في صعوبة في وضعه، لا هو من أفضل وسائل الميكانيكية اللي بتمنع والهرمونية اللي بتمنع الحمل. وضعيات اللي هي في العيادة عادة تحت مراقبة جهاز الموجات فوق الصوتية السونار، بنشوف كيف احنا بنضعه داخل تجويف الرحم. عادة بضلوا فعال لحسب بعض الشركات لمدة 10 سنين، وبننصح فيه بعض الستات خاصة اللي بيكون عندهم دورة كثيفة. له استخدامات أخرى غير مانع الحمل، اللي هم النساء اللي بيكون عندهم في الأساس نزيف رحمي غير معروف السبب، ولا يوجد كتلة داخل الرحم. في النساء اللي بيكون في عندهم تضخم في بطانة الرحم، أو مشكوك في إشي اسمه أدينوميوسيس، اللي هو تليف في عضلة الرحم لكن عدم وجود ليف، أو هو انغماس بطانة الرحم بالمعنى الآخر لتجويف الرحم لعضلة الرحم يؤدي إلى نزيف رحمي، فإحنا بنستخدم هذا اللولب. إذن هو استخدامه الأساس هو مانع الحمل، ممكن استخدامه بشكل ثاني هو علاجي لأمراض النزيف الرحمي المتكرر، وبساعد هاي النساء في علاجهم. أرجو أني أنا قدرت أوصل معلومة ولو بسيطة لكم. بشكركم اليوم، وإن شاء الله دائما أشوفكم بالصحة والعافية.